بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. تعال بقى نكمل ايه الأسئلة بتاعتنا. يبقى تاني سؤال اللي احنا حليناه ال 172 31 128 255، ده طلع اي بي جهاز عادي جدا جدا. طيب question number 3، if a host on a network، يعني لو في جهاز كمبيوتر، هنا يقصد بيها host جهاز كمبيوتر. معلش بقى انا هنا يا ريت الناس تتابع معايا، المصطلحات دي مهمة، وأنا هقول لك كل كلمة وكل مصطلح وتفكر فيه زي دي، نقطة مهمة جدا. if a host، لو جهاز كمبيوتر، host اللي هو العائل أو جهاز اللي بيعول أو على الكمبيوتر يعني، on a network، في النتورك بتاعتنا أو في شركة، في أي نتورك يعني، has the address عليه الأي بي 172 تمام 16، إيه ده داخلي؟ ماشي يا عم، كويس إن أنت جايبه داخلي، بس يعني إيه؟ خلاص عرفنا إن هو داخلي، كمل. 45 14 على 30، اوبا على 30. طيب what is the address of the subnetwork to which this host belongs، يعني الكلام ده انا مش عارف حاجه. طب ايه رايك نحل دي الاول عشان هنسى، وبعدين نرجع نقرا تاني عشان ما انساش، عشان اجيب. طيب تعال نشوف الباشا ده بيقول ايه هنا. ها بيقول لك الاي بي بتاعك 172 16 45. ماشي يا عم الحاج، اهو 172.16.كام.45.كام يا حاج؟ دوت 14 على 30، دوت 14 على 30، فكك من البرنس اللي تحت. طيب 30 ده مين يا حاج؟ حد يعرف؟ ال 30 ده مش عارف بقى، ممكن يكون عشان اتكررت، بس مين اللي بيقول؟ حسني؟ ده صوت حسني ده. الله عليك يا حسني، يا ولد يا حسني يا جامد. طب بس انا مش فاكر بقى ونسيت، تمام. فال 30 دي اختصارها كانت كام؟ 255 دوت 255 دوت 255 دول ايه؟ 24 صح يا حاج؟ صح. وبعدين 6 1 1 2 3 4 5 6 اللي هم باينري، وبعدين في الاخر صفرين. الله عليك، دول ال 30، ده ترجمه ال 30. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب لو جينا خدنا ده وخدناه كنترول سي وخدناه حطيناه في الكالكيوليتر حضرتك اهو، نضف يا ابني، وادي الباينري كنترول في، واجي اقول له حولها لي لايه؟ لديسيمال. يقول لي 252. يا جماله يا جماله، يعني ترجمت الرقم ده 252. طب حط بقى هنا 252. يا جماله يا جماله، ماشي اطرح يا استاذ. 252 256 تدي لك الفاكتور كام؟ 4، وهكذا من صفر لايه؟ من صفر لكام؟ لتلاتة. ايوه، من اربعة لكام؟ ها مش من اربعة لكام؟ من اربعة لسبعة، وهكذا. طيب ومن كام؟ ومن تمانية لحداشر، ومن اتناشر لكام؟ لخمستاشر، وهكذا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب الاربعتاشر دي في انهي شبكة يا حاج؟ الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة ولا ايه؟ ها الشبكة الرابعة اللي هي هي ان بين 12 و15 صح كده؟ طيب شفت السؤال بقى بيقول لك ايه هنا؟ عايز حد يجاوبها لي بسرعة، يقول ايه؟ if a host، خلينا بس ننزل سنة كده عشان ايه؟ يبقى السؤال فوق والإجابة هنا. اهو اهو صاد اهو. السؤال هنا بيقول ايه؟ if a host on a network has the address 172 16 45 14 على 30، اللي هو ده اللي هو ده 172 16 45 14 على 255 255 255 252، هو ده هو ده هو ده، ترجمته كده. طيب what is the address of the subnetwork، يعني ايه subnetwork؟ يعني بدايه الشبكه. ايه الاي بي بتاع الشبكه؟ مالها؟ to which this host belongs، ان الهوست ده تبعها او بيخصها او جواها او فيها او تابع ليها. طيب الجهاز ده 14 ده تابع لاي شبكه اللي هي بادئه بكام؟ ها اللي بادئه ب 12 اهي، شفته انت بتحل. طيب واحد تاني ممكن يقول لي يا عم صعب الموضوع، برضو مش صعب ده، انا ممكن اجيبه بفهلوه. حد يعرف يجيبها لي بفهلوه؟ بص لي في الارقام اللي في الشمال اللي عندك اي بي سي دي اي كده، وقول لي تعرف تجيبها بفهلوه ازاي؟ حد يقول لي تعرف تجيبها بفهلوه يا حماده؟ ها؟
اديني يا ابني. اوكي ماشي، انا ما حليتهاش كده يعني، انا كاني ما حليتش هنا. اه الهوست 14 ده في اي مجموعه من دول؟ ف ايه الفهلوه اللي ممكن تجيب لك الموضوع؟ بداية الشبكة على الزوجي. طب ما كلهم زوجي. قريب من ال 14. اه اي عدد زوجي قريب من 14. طيب بص هقول لك حاجه، مش ال 14 دي ينفع يبقى بدايه شبكتها 18؟ ازاي يعني؟ يعني انا هتولد في المستقبل ينفع؟ صح؟ يبقى اذا هستبعد ال 18 صح؟ صح. طيب ال 30 ده خال انت وهو، اللي هي كانت 252، يعني شبكه فيها اربعه، يعني اقصى حاجه بين ال 14 والرقم اربع ارقام صح؟ طيب ال 14 بينها وبين ال 8 كام؟ كتير. طب وال 4؟ لا ده كتير مشلتت صح ولا غلط؟ ده والصفر؟ لا كتير قوي. طب مين اقرب واحد؟ ال 12 صح يا خل؟ يا محب. اي يا حبيبي تعال. نعم طيب، يبقى دي بداية شبكة. هو ما بيقولكش ده اي بي جهاز، بيقول لك، مش بيقول لك ده اي بي جهاز، بيقول لك ده رقم اي بي. خليك بس معايا، ما كل دول ينفعوا ما عدا ال 18. بص بص بص، هو بيسأل هنا ايه؟ بيقول يا حسني 172 16 45 14 ده اي بي جهاز، فبيقول لك بداية يعني الشبكة بتاعته فين، اي بيها فين؟ مش اي بي يتحط في جهاز، ال 12 ده مش اي بي يتحط في جهاز، ده 12 ده بداية الشبكة. يعني هو بيقول لك فين بداية الشبكة؟ دي بداية الشبكة. طب هل ينفع نحطه كاي بي؟ لا لا ما ينفعش، بس ده اي بي، ده البداية بس. هو عايز يقول لك ان ده البداية، هو هنا بيعلمك ان انت تعرف تقرا لغة انجليزية هنا. فهمت يا معلم؟ لا مش للدرجة يعني، انت بص ان شاء الله هتقابل الاسئلة كلها معانا، بس محتاج اللي انت تاخده تفهمه وتعرفه. ده الكلام ان شاء الله. ماشي يا معلم. يعني هو هنا بيقول لك اف ا هوست اون ا نتورك، لو في جهاز في الشبكه بتاعتك ماشي، هاز ذا ادرس 172 16 45 14، يعني ده الاي بي بتاع الهوست، اي بي جهاز كمبيوتر. وات از ذا ادرس اوف ذا سب نتورك، يعني ايه الاي بي بتاع الشبكه تو ويتش ذيس هوست بيلونجز، اللي الهوست ده تبعه. يبقى حضرتك ايه؟ فين بدايه الشبكه؟ بدايه الشبكة. كل دول بدايه شبكه، خلي بالك ما عدا ال 18 صح؟ بعد ال 18، لان ال 18 لو قسمتها على 4 مش هتدي لك حاجه، هتديك رقم مكسور. لو قسمتها على 18 على 2 فيها كام؟ فيها 9، 9 على 2 فيها 4 ونص، ينفع ده كلام صح؟ طيب حد عنده مشكله في الحته دي يا اولاد؟ طيب السؤال الرابع، هنا بقى الراجل بيختبر لعبك. طيب which one of the binary numbers، اي رقم الارقام الاوليه اللي عندك دي ranges shown below correspondence، اي رقم من الارقام الباينري اللي عندك هنا، كلمه correspondence اللي هو يراسل او يعبر عن ماشي، to the value، لقيمه of the first octet، لاول octet in class B address range. واحد يقول انا مش فاهم حاجه، يا ولا افتكر معايا ولا، سيبك من اللي هو قايله. بدا الكلاس بي رينج بيبدا من كام لكام يا ولا؟ احنا قلنا الكلاس A بيبدا من 1 ل 126، طيب والتاني من 128 يا ابني لحد 191. حلو الكلام ده، 191 حلو الكلام، حلو الكلام. طيب يا عم صقر ماشي، بص يا ابني، لو انا جبت الكالكيوليتر وترجمت الكلام ده على الكالكيوليتر هقدر افهم صح؟ صح يا ابويا، شلت الكالكوليتر من هنا. والله انا ذكي ما شاء الله عليا، ما حصلتش. تعالى مش ركز معايا اهو. طيب تعالى سيبك بقى من الراجل ده،
طب واحد يقول لي ما في الاختبار مش هتجي لي. يا ابني سيبك من الاختبار، ابوس رجلك. انت هنا كان الرقم كام؟ 128 الى كام يا رجاله؟ 191. ده الرقمين صح؟ اه. ال 128 ترجمتها واحد، وبقى قصاده ست سبع اصفار عشان تكون عارف. فهنقول بس ايه، خلينا في الديسيمال كده، اقول له 1 2 8 فين؟ اه 128. خلاص؟ خلاص. اترجمه باينري، هيعمل لك ايه؟ واحد قصاده ست اصفار. اوبا، واحد قصاده ست اصفار ايه؟ 128. فلما يجي يقول لك السعر ده 25، فاكر لما يجي لك رقم ويقول لك ده على 25 معناه كام يا رجاله؟ معناه الثابت ماسك هنا بيساوي كام؟ حد يعرف؟ ها مين ذكي يقولها لي؟ ها يا اولاد، لما يبقى هنا على 25، الرقم هنا احط كام؟ ليه 128؟ لان كل دول 24 صح؟ باقي لك واحد عشان تبقى 25 صح؟ فاحط واحد وقصاده ايه؟ سبع اصفار. 1 2 3 4 5 6 7 تمام؟ طيب الواحد قصاده سبع اصفار ده اللي هو كام؟ 128. وصلت يا خال منك لو؟ طيب لو جينا بقى بصينا في السؤال، معلش نرجع كده تاني، يبقى مين اللي ممكن يبقى الحل؟ الـ A والـ D، لكن الـ B غلط؟ سوري، الـ A والـ C والـ D، لكن الـ B والـ E غلط، صح؟ هو هنا بيقول لك ايه هي الارقام الباينري اللي هنا بتساوي مثيلتها في بدايه ونهايه الشبكه اللي هي بتاعت كلاس بي. كلاس بي اللي هي بادئه من 128 ل 191، يعني من الاخر هات لي ترجمه ال 128 ل 191. طيب ال 128 ممكن يكون ايه؟ اهو الجزء الاولاني ده صح، بس الجزء ده يكون 191، معرفش، انا معرفش لسه. تمام؟ طيب البي ما ينفعش، لان واحد واحد ده ليها رقم تاني. الواحدين دول لا، الواحد بس 128. طب واحدين 192. طب ثلاث وحايد 224 خدناها قبل كده. طب اربع وحايد 240. طب خمس وحايد 248. طب ست وحايد 252 خدناها. طب سبع وحايد 254. طب ثمان وحايد، لا كده 255 تقطيع بقى ولا ايه؟ تمام؟ تاني واحدة واحدة، واحد بس 128 معايا؟ طيب يبقى ده 128 والسي 128 والدي 128، يعني ممكن الحل يبقى الاي او السي او الدي. طيب النص الثاني بقى ال 191 ممكن يكون مين في دول؟ حد يعرف؟ طيب هو خلينا واحد سي صحيح، بس ليه؟ طيب خلينا نقول ال 191 نكتبها هنا. 191 كام هنا؟ هتساوي ايه؟ سوري حولها باينري. واحد زيرو وبعد كده وحايد، واحد زيرو وبعد كده وحايد. فين واحد زيرو؟ هو ده الوحيدة اللي في فيها الاتنين صح، لان اللي تحت في واحد زيرو اهو، لكن ده واحد واحد ده ما ينفعش. يبقى واحد زيرو هنا ده 128، وهنا واحد زيرو وحايد ده 191، ولذلك السي هو الصح، لتر سي صح. وصلت يا ولاد؟ واحد يقول لي ايه ده صعب قوي، مش هتجي لك في مايكروسوفت سؤال زي كده، ولكن يعني مع التكرار ان شاء الله هتبقى العمليه تمام. شوف كده معايا يلا. بيقول لك ايه بقى؟ خد بالك. Which two of the addresses below are available for host addresses؟ يعني ايه الاي بي هين اللي من دول ينفعوا يتحطوا اي بيهات اجهزه يونيكاست، ينفعوا يتحطوا في جهاز كمبيوتر؟ ماشي. On the subnet 192 260 15 19 على 28، يعني الشبكه اللي فيها 19 دي على 28، مين من دول ينفع يتحطوا اي بيهات؟ اثنين، حل اثنين. تمام؟ مين ينفع يتحطوا اي بيهات يشتغلوا معاها؟ واحد يقول لي انا ما اعرفش. طب تعالى كده يا باشا، بص معايا كده يا حبيب بابا، هو الاي بي كام يا خال؟ حد يعرف؟
حد يمليني الاي بي 192 ها 168 ها 15 كام 19 على 28. الله عليك يا اسلام يا فخر العرب. تمام اوكي. اسلام ولا ايهاب اللي قال مش فاكر؟ اسلام. تمام يا اسلام، اصل ما بصيتش على الشاشه عندي الصغيره بتقول لي مين اللي بيتكلم يعني. طيب بس بحاول احفظ الصوت يعني. طيب 192 268 15 19 على 28، بالله عليك ممكن تقول لي الترجمه بتاعت 28 دي كام؟ 255 دوت 255 كام بقى؟ اكمل ها؟ 4 وحايد دوت 1 2 3 4 صح كده؟ اه. طيب احنا قلنا لو واحد بس يبقى 128، طب واحدين؟ لو واحدين 192، طب لو ثلاث وحايد 224 وخدناها قبل كده، طب اربع وحايد 240، يبقى كده كام يا حاج؟ 240 قشطه؟ معايا يا رجاله؟ طيب 240 يلا يا معلم قول لي ال 19 دي هات لي الشبكه بتاعتها، حلل لي الشبكه بتاعتها يلا. حد يحلل لي اقول ايه هنا اكتب ايه؟ اه كام؟ طيب اه من 0 لكام؟ ل 15، ومن 16 لكام؟ من 16 لكام؟ 31. بس اهدى بقى عليا، ال 19 دي في انهي شبكه يا حاج؟ شبكه 16 اللي بدأ ب 16 فعلا صح؟ طب بص في على ايدك الشمال كده في السؤال الخامس، مين من الايبهات دي ينفع يكلم 19؟ انا عايز اتنين، حل لي اتنين. ها ايه ينفع؟ لتر ايه ينفع؟ 17 ده ينفع؟ ها ينفع. طيب اللتر ايه صح. طب 14 لتر بي ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ اوت اوف سكوب، اوت اوف سكوب. طب 29 ده ابن حلال ولا مش تبعنا؟ ابن حلال ويمكن نشوفه كويس. طب 16 ده حلو ولا وحش؟ اه ما ينفعش يا عم الشيخ. طب 31 ده يا حاج؟ طب ايه رايك فوق نان اوف ذا اباف؟ اه يبقى الحل كان ايه يا استاذ بقى؟ معلش سمعني بوداني كده معلش. اه 17 بتاعت الايه والسي 29 صح؟ اسقف لك. ممتاز جود ممتاز، الله ينور عليك ويفتح مسيرتك يا ابني انت والشباب اللي معاك كلهم. طيب يبقى هنا بالله عليكم يا شباب بدانا يعني مش هقول بقينا 100% بس بدانا لحد الان يعني السؤال لسه في السؤال الخامس بس بدانا نشوف الحاجه بالنظر، الموضوع بدا يبقى بالنظر شويه شويه صح كده؟ بدانا ننتقل لمرحله ان انا ابص بعينيا ممكن تيجي صح؟ طيب بص هخليك تبص بعينيك وتحاول تجيبها في سؤال جاي، مش لازم اللي جاي ده بس يعني ايه في سؤال جاي شويه كده هخليك من غير ما تحلل تجيب لي الحل. السؤال السادس بيقول لك يوف او يو هاف ا كلاس سي نتورك. بص يا ابني لما يقول لك كلاس سي نتورك خدوا بالكم معايا، مش لازم في الاسئله بتاعت الاختيار مش لازم يحط لها 3255 ماشي؟ مش لازم، مش لازم يحط لها سبريت من دول، لا هي بقى قصده هو هنا انها بادئه بكام؟ من 192 او 193 او اي رقم لحد 223. حلو كده يا اولاد؟ فلما يقول لك كلاس سي نتورك يقصد بيها نتورك اول اي بي في اول اوكتت 192 او 193 او 200 او 300 او 300 او 200 لحد 223 مفيش مشكله خلاص. طيب اكلاس سي نتورك اند يو نيد 10 سبنتس. الواد صاحبنا اللي ايه سالنا النهارده ايمن احنا محتاجين 10 ايه شبكات، مالكش 10 اجهزه، عاوزين 10 شبكات. طيب احنا خدناها بس ما خدناهاش. ايه ده عروستي؟ بص يا خال، بص يا حبيبي، شايف ال 192 دي؟ اه ده سبنت ماسك صح؟ اه 255 دوت 255 دوت 255 دوت 192 ده سبنت ماسك يا حاج. طيب السبنت ماسك ده لو طرحناه
من 256 يديك ايه يا ولدي؟ يديك ايه؟ 64 صح؟ طيب لو قسمت ال 256 على 64 يديك كام شبكة؟ يديك أربع شبكات. يبقى ال 192 تديك كام شبكة يا حاج؟ ها؟ أربع شبكات، وهو عايز كام؟ عايز 10 على الأقل، ممكن يكون أكتر، بس هو عايز 10 شبكات، يبقى ال 192 ده يديك 10 شبكات؟ ها؟ ما يدكش؟ معايا يا ولاد؟ قسمنا ال 256 على 64 هيديك أربع شبكات. هديك أربع شبكات، أربع مجموعات، فما ينفعش. طيب ال 224 تديك كام شبكة؟ اطرح 224 256 تديك 32. اقسم 256 على 32 تديك 8. فال 224 ده يديك كام شبكة؟ 8 شبكات. ولاد الموضوع رياضي بس أهبل، مش رياضي اللي هو صعب. مفيش جذر مش عارف إيه ولا كذا مش عارف مج ثلاثة نق تربيع مش عارف ايه، مفيش الكلام ده، زاطة جاطة بطة، مفيش الكلام ده خالص يعني يا جدعان، مفيش ذروته خالص. ماشي؟ طيب الموضوع بسيط بأمر الرحمن. طب ال 240 دي يا خال لو حطيناها هنا تحت الخراطة هنا 256 هيديك ايه؟ 16. طب ال 16 ده بقى الفاكتور بتاعك 16، طب 256 على 16 هيديك 16، 16 ايه يعني؟ 16 شبكة، حلاوته حلاوته حلاوته. يبقى ال 240 ده ينفع؟ ينفع، هيديني 10 شبكات وفي زيادة 6 كمان. طب ال 248 اللي تحته برضه ينفع، لان 248 ده لو طرحناها 256 يدي لك 8، قسمنا ال 256 على 8 يديك 32 شبكه، يبقى انت عندك 32 شبكه. واحد يقول لي لا انا عايز 10 بس، يا سيدي ما هو انا هديك 32 خد منهم ال 10 بتوعك وتبقى يتبقى نعمل لك ايه؟ تمام، بس كده انت في حلين وهو عايز حل واحد، نكمل بقى بقيه السؤال. ماشي يا ابني؟ نكمل بقيه السؤال. نكمل بيت السؤال. You wish to have as many addresses available for hosts as possible. اها اها، يعني الباشا هنا عايز يقول لك انت عايز ايبهات للهوستس للاجهزة بقدر الامكان، يعني اكتر ايبهات انت عايزها بقدر الامكان. لو جيت بصيت هنا هتلاقي 240، اوبا 240 ده لو طرحته 256 يديك 16. طب يديك كام جهاز كمبيوتر؟ كام هوست؟ يديك 14. ليه بقى؟ اقسم ده على ده. لا ما مش فاهم حاجه. طيب يا عم تعالى بدل ما لوك 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 لوك، تعالى نشتغل. احنا قلنا كام يا ولا؟ 240. طيب 240 دي اذا طرحت 256 تديك كام يا ولا دي؟ تديك 16 يا حاج. يا ولدي ايه اهو، فين هي 16؟ ماشي يا خال 16. حلو الكلام ده، ايه الفاكتور بتاعي؟ تمام. يبقى الشبكه من دول الشبكة او خلاص هو حقق ال 10 شبكات واكتر وزاد عنهم، وكمان الشبكة من دول هيبقى من صفر لكام؟ ل 15 وهكذا، صح؟ اول رقم ما بناخدوش لان دي كلاس سي. طيب اول رقم ما بناخدوش واخر رقم ما بناخدوش، صح؟ لا الصفر ولا ال 15، لكن بناخد 1 2 3 4 لحد 14. عندهم على صوابع ايديك ورجليك كده هتبص هتلاقي ان كام؟ انت كده اخترت 14 رقم، 14 هوست، اول رقم واخر رقم بنشيلهم، بنشيل رقمين يعني من المجموعه. فانت هنا عملت 14 جهاز، يبقى الشبكه دي ام 40 عملت لك 14 جهاز في كل شبكه. طب والشبكه ام 248 255 دوت 255 دوت 255 دوت 248 عملت معاك ايه؟ اطرح 248 من 256 يا فندم، اطرح يدي لك 8 يا استاذ الفاكتور. الله. طيب 8 دي اللي هي ايه بقى حضرتك؟ 8 اللي هي من كام لكام يا حاج؟ قال لك 8 دي اللي هي من 0 ل 7، من 0 ل 7 ومن 8 ل 15 وهكذا. طيب تديك كام جهاز دي في الشبكه؟ لا الصفر مش محتاجينه ولا السبعه محتاجينه، اللي هي من 1 لحد 6، 6 اجهزه. يبقى الشبكه ام 48 دي بتدي لك شبكات كتيره، بس كل شبكه فيها كام جهاز؟ فيها 6 اجهزه بس، واحنا عايزين اجهزه اكتر. فمين اللي هتشتغل معانا؟ ال 240. حلوه يا حماده انت، هو حلو يا سعد، حلو يا احمد، حلو يا عبد الله، حلو يا حاج. ها السؤال كان كام؟ ده كان السادس. يبقى الحل بتاعنا 240، صح يا خال؟ صح يا ابني انت، هو
طيب السؤال ده موجه لحسني. بص يا حسني اقرا معايا كده يا حسني. question number 7 which of the following is an example of valid unicast host IP address. يعني ايه valid unicast host IP address دي؟ valid valid يعني متاح، unicast IP يتحط في جهاز، وهوست ده اللي هو اقصد بيه جهاز يعني يتحط. فمين الاي بي الصح من دول ينفع نحطه في الجهاز؟ ايه هنجرب لتر ايه هنجرب بي ينفع يتحط في الجهاز يا حسني؟ ليه لا ليه؟ ماشي هو مش سبنت ماسك هو برودكاست فما ينفعش. طيب سي احتمال والله اعلم صح؟ طب الدي ينفع يتحط اي بي؟ ها؟ برودكاست بتاع ايه؟ بتاع ماك ادرس صح كده؟ فما ينفعش. طب الاي ينفع؟ ده مالتي كاست يا حاجه ما ينفعش. طب اول اوف ذا اباف ده كلام يا راجل، اول اوف ذا اباف اخدهم كلهم ينفع يا ابني؟ بالله عليك ده كلام، ده لو سؤال في الاعداديه يا راجل ما ينفعش، يبقى ما ناخدش اول اوف ذا اباف. طيب جميل حسني لحد هنا حل صح على فكره، انا اللي بقى ايه انا اللي بقول الحلول كده يعني. فالدي والاي والاف ما لهمش لازمه، والبي كمان، يبقى عندك الاي والسي صح يا حاج؟ طيب تحلل يا حس حلل. اكتب لك انا عندي وتقول لي انت التحليل. يا سلام عليك، السؤال ده حلناه قبل كده على فكرة، خلي بالك السؤال ده اتحل قبل كده هم مكررينه، بس مش مهم هم يكرروه، احنا ايه هنشتغل عليه برضو عادي، احنا عايزين الناس تراجع. يلا السؤال الاولاني بيقول لك ايه 172 ايوه دوت 31 ايوه دوت 128 ماشي دوت 255 ماشي على 18 حلل لي يا حسحس ال 18 دي نعمل فيها ايه؟ ايوه لا ال 18 دي واحده واحده اهدى عليا، نحلها نكتب كام بقى تحتها 255 اتفضل. ايوه لا كده كتير 255 55 دول كده 16 صح؟ لا اهدى عليا 16 من ال 8 يتبقى لك 2 واحدين صح؟ وكم صفر بقى؟ 1 2 3 4 5 6 دوت صفر اللي هو الاخير الخال الاخير. طيب الواحدين دول يا غالي يبقوا كام؟ الواحد 28. الواحد ده كان 128، الواحدين 192 معايا يا عم؟ ايوه ماشي كانك ما اتكلمتش خالص. 192 خلاص يا عم كده يا باشا ايه قشطه عليك. ماشي يا عم قول لي بقى الاي بي ده ينفع يتحط في جهاز ولا ما ينفعش؟ بص بكل سهوله يا حسني، ده السبنت ماسك بتاعنا اللي هو المنقوص صح؟ طيب وده بدايه ولا نهايه اي حاجه؟ ده رقم زوجي صح؟ صح؟ هل الرقم الزوجي ده ممكن يبقى نهايه شبكه ولا بدايه شبكه؟ ممكن يكون بدايه شبكه صح؟ استنى بس اهدى عليا، ممكن يكون بدايه شبكه صح؟ طيب وانا ما فيهاش مخ ان انا احسب حاجه، بس انا ايه انا بحسبها كده، انا بقول لك ايه احنا في الاختبار وخايف وبتاع، ما فيش مخ احسب حاجه. ما تحسبش، مش عايزك تحسب. ال 128 ده هل احتمال ان هو يبقى نهايه شبكه؟ لا. طيب لو كان احتمال ان هو يبقى نهايه شبكه وبعديه 255 فده ما ينفعش يبقى اي بي صح كده؟ طيب لو اذا احتملنا قلنا احتمال يعني ان ده بدايه شبكه ماشي، عشان الشروط تبقى تمام ان ده شبكه لازم يبقى بعديها صفر صح؟ طب الشرط ما اتطبقش ان ال 128 مثلا ممكن هنعتبر انها بدايه شبكه، الرقم اللي بعديها لازم يكون صفر، هل اللي بعديها صفر؟ يبقى اذا ده اي بي جهاز عادي، يبقى ده يونيكاست اي بي. حلو يا حاج؟
ملعوبة، يبقى حليناها صح من أول نار، من أول نطة. إيه رأيك؟ عليك وعليك. هي هنا بنتعلم طرق في التفكير، طرق في التفكير السريع. معلش يا معلم، معلش احنا بنتعود نتعلم. اتفضل يا معلم. ايوه ده في السي سي ان ايه، لو انت بتمتحن سي سي ان ايه، اه انت السؤال ده قدامك في دقيقه ونص بالظبط تكون حليته. لو انت لسه بتعد على صوابع ايديك ورجليك وبعدين تقعد تعمل لي الجدول والحوارات دي، ما انتش حللها وهتاخد وقت اسئله تانية. لكن لو مخك بيشتغل بسرعه بالطريقه اللي احنا بناخدها دي، وهتراجع بس الفيديو مره مرتين، خلاص هنبص هتلاقي الكلام ده تافه جدا بالنسبه لك. خلاص، بس انت مش في سي سي ان ايه، في مايكروسوفت مدين لك وقت كافي، ما تقلقش. خلاص يا معلم. طيب السؤال الثامن هنا بيقول لك هاو ماني سب نتوركس، كم عدد الشبكات، مالها عدد الشبكات يعني، اند هوستس ار افيلبل بير سب نت، وكم عدد الاجهزه في السب نت، يعني كم جهاز في كل نتورك. طيب ايه المشكله يعني، ما احنا هنطرح اتنين من العدد اللي طالع لنا بتاع الفاكتور، يعني ايه المشكله يعني بير سب نت اف يو ابلاي 28 ماسك. ولا هو ال 28 ده فين؟ ال 28 ده بيعمل ايه؟ حد فاكر؟ ال 28 ده تحليله ايه؟ حد شافه ايه كده؟ ال 28 ده تحليله ايه؟ 3 بتير 55 صح؟ اركن على جنب 3 بتير 55 صح يا ابني؟ صح يا حاج؟ ويتبقى لك اربعه. ويتبقى لك اربعه، اهدى عليا. يتبقى لك اربعه صح؟ اربع وحايد. الواحد الاولاني، الواحد الاولاني ب 128، الواحد الثاني ب 192، الواحد الثالث ب 224، الواحد الرابع بكام؟ ب 240 صح يا عم؟ انا كل ده بحلف، انا كل ده بحسب في دماغي. 240 صح؟ 240 ده لو جيت قلت لبابا اللي هو الماجيك نمبر، اطرح 240 من ال 256 يديك كام يا بابا؟ 16. يبقى شبكتنا ايه؟ الفاكتور بتاعنا كام؟ خليك معايا، الفاكتور بتاعنا كام؟ 16. الفاكتور بتاعنا 16 تمام؟ اللي هو ولو جينا نحلله من صفر ل 15، لا الصفر بناخده ولا ال 15 بناخده، بناخد ال 14 جهاز اللي في النص. يبقى احنا هنعمل شبكه فيها كام جهاز؟ 14 جهاز. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب هنعمل كام شبكه؟ الفاكتور اللي احنا طلعناه اللي هو 16، اه اقسم 256 على 16 تديك كام ياض؟ تديك 16 برضه. يبقى ممكن نعمل 16 شبكه، وكل شبكه فيها كام جهاز؟ فيها كام هوست؟ 14. لو جينا بصينا هنا، لو جينا بصينا، معلش ما فيش، بس ممكن نحلها هنا. خد بالك انت عندك كام شبكه؟ 16 شبكه. طيب لو جيت قلت لك انت معاك كام دولار ياض؟ قلت لي 16 دولار. طب انا اقدر استلف منك كام؟ استلف منك 30 ينفع؟ طب ينفع استلف منك 6؟ ينفع، بس لسه هنا في كلام تاني. بس ينفع استلف منك 6؟ ينفع. طب ينفع استلف منك 8؟ ممكن. طب ينفع استلف منك 32؟ لا مستحيل. طب ينفع استلف منك 14؟ ينفع صح. طيب يبقى مين اللي ينفع؟ 6 و8 و14 صح. النص التاني لو انا استلفت منك 6 شبكات، الشبكة الواحدة فيها 30 هوست، ولو عند مين ده ان شاء الله؟ اقصاك في الهوست 14، اقل من كده ماشي، اكتر من كده لا. يبقى ال 30 ده ينفع؟ لا. ال 32 ده ينفع؟ 14 هو اللي ايه اللي ينفع صح يا عينيا؟ يبقى الحل بتاع 14 و14، لتر ايه هو الصح؟ طب واحد يقول لي ليه؟ ما انا عامل 16 شبكه. ماشي، انت عامل 16 شبكه، ينفع اخد منهم 14؟ ينفع يا استاذ. وينفع اخد 8 وينفع اخد 6، بس الشبكه منهم فيها 32؟ لا، فيها 14 اخرها. يبقى اخ انت مقيد، يبقى هي دي الصح، لتر ايه. Have you got me؟ فخمت صديقي ولا مش فخمته؟ يا خواجه. لا عادي مفيش مشكلة، عادي اطلع له عدد السبنتس، بس يعني انا هدي له عدد زي ما هو لما طلب منك 10 سبنت انت اديته 16، مش من شوية طلب منك 10 شبكات اديته كام؟ 16، اديته بزيادة. فهو هنا جاي بيقول لك الارقام عندي قد ايه، فما ينفعش اقول له زيادة عن اللي انا مطلعه. فهمت حاجة ولا لسه؟
لا هنعرف بعد كده ان السبنت زيرو دي ما بنستخدمهاش الا في الشديد القوي يعني، في حاجات معينه. ففعلا في 14 شبكه خلاص، دي ليها حاجه تانية بعدين تبقى تاخدها في الان بي او كده خلاص. فدي ليها معنى يعني. طيب ما بنعدهاش معانا يعني، تمام. ففعلا هو يعني لو قلنا 14 هوت صحيح، سوري 14 نتورك صحيح. طيب احنا وصلنا لفين هنا يا خال؟ للسؤال الثامن، خش السؤال التاسع. الله، واحدة واحدة كده، شد معايا. طيب تعال نبص على السؤال التاسع، بيقول لك ايه السؤال التاسع؟ يلا يا ابني انت، هو ركز معايا فيه. السؤال التاسع ده عبيط قوي، انت حله انت من مخك. بيقول لك the circular network was assigned as a class C network، شبكة في الكلاس سي، ماشي يا عم، اللي هي بادئة 199، ماشي يا عم مش مشكلتي. From the ISP، من الانترنت سيرفيس بروفايدر، ان هو بيديك الانترنت الشبكه الى سيرف في السعوديه عندها اس سي وموبايلي وزين وشركات تانية تحت السلم. طيب في بقى في بلاد تانية عنده فودافون وعنده مش عارف ومين ومين ومين، ماشي ده الاي اس بي بروفايدر. ايه اللي فاتح المايك؟ اقفله يا جماعه. From the ISP، طيب if the administrator at cert killer were to submit this class، كلاس سي نتورك، يا جماعه اللي فاتح المايك لو سمحتوا اقفله. عايز هو يعمل سبنتنج، هو مديك الاي بي ده وعايز يسبنته لك. طيب فروم ذا، خلاص ذا انت اللي عايز تعمله سبنت، اسف الادمنستريتور. اف ذا ادمنستريتور ات سيرت كيلر وير تو سبنت ذيس نتورك سي يوزنج 255 255 255 224 سبنت ماسك، يعني سبنت ماسك ابو 224 فاكرينه؟ قبل ما اعمل اي حاجه 224 دي يعني ايه؟ حد يقول لي حل يا استاذ، عايز مخك يشتغل، شغل لي مخك. 224 دي معناها ايه؟ الفاكتور كام؟ الفاكتور كام يا استاذ؟ ماليش دعوه ب 27، انا ماشي. الفاكتور كام؟ ممتاز، الفاكتور 32، بناء عليه جبتوا 32. طرحت هذا الرقم من رقم السحر 256 ادالك 32 صح؟ يبقى الفاكتور بتاعك كام يا حاج؟ 32. 32 يا استاذ، يبقى عندك كام شبكه؟ اقسم ال 256 على 32 تديك كام شبكه؟ 8. طيب ده الماكسيمم بتاعك. طيب طب ممكن يكون عندك هوست، كام هوست؟ كام هوست في الشبكه بتاعتك اللي هي ام 32؟ شيل 2، شيل منها 2 اللي هم 0 وال 31، يبقى 30 صح؟ طب شوف بقى هو عايز منك ايه، بيقول لك ايه هنا؟ يا ريت نقفل المايكس يا جماعه، اللي فتح المايك يقفله عشان الصوت بس، في صوت اطفال. طيب هنا from the ISP، خلاص if the administrators at Certicolor were to submit this class C network using this 255 255 224 submit mask no sorry how many hosts will they be able to support on each subnet، كم host في كل subnet، كم host في كل شبكة، كم يا حاج؟ 30 صح؟ ما مسكناش ورقه وقلم وحسبناها، ده انت بمخك على طول تك 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 جبتها صح ولا ايه؟ صح، الله ينور، الله ينور عليكم. طيب ناخد السؤال العاشر ولا تعملوا انتوا، تعملوا الباقي ده واجب ان شاء الله وتشوفوه. ها باقي 21 سؤال وكده كده احنا كل محاضره من محاضرات في الورمنج اب هناخد سؤالين ثلاثه ان شاء الله الرحمن من اللي متبقي مننا نعمل ورمنج اب دي. طيب بصوا معايا في السؤال العاشر، طيب ده ناخده ونخلص منه بحيث احنا كده خلصنا تلت الاسئله. question number 10 what is the subnet for the host IP address 172.16.210.0 على 22، خد بالك على 22. 22 ده يتحط فين يا رجاله؟ 22 ده اكتر من ال 24 ولا اقل من ال 24؟ يبقى في الخانه الثانيه الثالثه بقى هنلعب اللعبه دي صح؟ طيب خلينا نحلها مع بعض، خلينا نحلها مع بعض. طيب تعالى معايا كده، 172 كام يا حاج؟ 16 صح؟ دوت 21 صح؟ بيقول لي دوت 0 على 22، 22 دي معناها
نعم 210 انا اسف. اه نقطة مهمة جدا 210 دي. آه طيب على 22، 22 دي معناها ايه يا حاج؟ لحد هنا 16. 255، 255 6 وحايد، 1 2 3 4 5 6 صفرين صح؟ دوت زيرو. 6 وحايد، ليه 6 وحايد؟ لأن الأولانية 16 وعشان توصل ل 22 6 أرقام فاضلين لك، فحطينا 6 وحايد. طب ال 6 وحايد دول هعمل فيهم إيه بقى؟ احطهم في الكالكوليتر يطلعوا لك 252، ومن غير كالكوليتر ما احنا اتفقنا 1 ب 128، 2 وحدين ب 192، 3 وحايد 224. اه طب هنا نعم 252 كده، 252 صح كده يا استاذ؟ طيب الفاكتور بتاعنا بكام يا رجال؟ اطرح 252 حطها هنا تحت، هتطرحها من بابا لفوق 256، يتبقى لك كام يا مشمش؟ يبقى يتبقى لك 4 صح؟ حلو. اديني بداية الشبكة بتاعت 210 دي كام؟ بداية الشبكة بتاعت ال 210 لازم يكون رقم قبلها صح ولا غلط؟ ولا بعدها؟ ها يلا يا اولاد رقم قبلها ولا بعدها؟ قبلها صح. طيب بص 42 دي قبل ال 210 تنفع بدايه شبكه؟ تنفع؟ ها يعني انت بتدور في، انت بتدور في فلك اربع ارقام بينك وبين اللي اعلى او الاكتر، يعني هو اربعه اخرك، ف42 تنفع، 107 تنفع. طب 107 تنفع بدايه شبكه اساسا؟ طب سيبك من السي، الليتر دي 252 بعديها ينفع في المستقبل؟ انت 210 ازاي بدايتك تبقى 252؟ ينفع 254 ينفع؟ طب 208 اه ينفع. ليه بقى؟ لان قبلها. طب وايه كمان؟ ايه اسم 208 على 4 تديك كام؟ طب واحد يقول انا مش عارف، ايه اسمها على 2 تديك كام؟ 104. طب اسم 104 على 2 تديك كام؟ 52. يعني تنفع، اه تنفع زي الفل. يبقى السي لتر سي هي دي اللي ايه؟ بدايه الشبكه بتاعتي. وصلت يا ابني؟ طيب نعمل سيفنج للريكوردنج. انا عايز بس الناس تحل ال 10 الاسئله اللي بعد كده، مش عايز ال 30 كلهم، حلل ال 10 اسئله وان شاء الله بكره هراجع معاك، او المحاضره الجايه ان شاء الله هراجع معاك الايه؟